ملامح بريئة تلمح في تفاصيلها، ومع كل ابتسامة حزناً عميقاً لا ينسى. تلفح الشمس تلك الملامح حتى تغير لونها، وكأنها تحاول أن تكسبها بعض القسوة لتتلائم مع المعيشة في هذه الظروف. تستطيع كاميرا الفرات أن تنقل لكم صورة عن حال أطفال مخيمات النزوح بريف إدلب الشمالي، لكن يصعب علينا نقل إحساسهم وبؤسهم. في فصل الصيف اللاهب، ومع الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، تغيب ملامح الحياة المعتادة عن هؤلاء الأطفال. على أمل أن يكون الغد أفضل وأن تتحرر سوريا من إجرام هذه العصابات، نترككم في جولة مع أطفال مخيمات النزوح بريف إدلب الشمالي. بعدسة مراسلنا، وكالة الفرات للأنباء.